السلام عليكم الشباب، انا احمد بديع. النهارده ان شاء الله الجزء الثالث من سلسله معلومات خفيفه على قناه ساينس فارس. تصفية الدم عن طريق الكلى. لو الإنسان جاله فشل كلوي بيعمل غسيل كلى 3 مرات أسبوعيا عن طريق إخراج الدم من الجسم وإيصاله بآلة غسيل الكلى، ودي الطريقة اللي بيجمع بها الجيولوجي عينات الحمم البركانية من بركان نشط. وده قلب بينبض خارج جسمه القديم قبل نقله لجسم آخر. ولا يحتاج إلى SA نود، هي إشارات عصبية كهربية من الأعصاب المجاورة. وهنا مؤثر مايسنر. ظاهرة ينفي الموصل الفائق كل المجالات المغناطيسية داخل المادة فائقة التوصيل. عن طريق إنشاء تيارات صغيرة على سطح الموصل بالكامل. وده بيلغي جميع الحقول المغناطيسية. بعد كده الاتزان ومركز الكتلة وعزم الدوران. عدم اتزان الأجسام الساكنة غالبا بيبقى سببه مركز الكتلة. وده بيولد عزم الدوران اللي بيسبب في قلب الجسم أو اهتزازه. ولو وصلت لفكرة إنك تخلي مجموع العزوم المؤثرة على الجسم تساوي 0 هتوصل للاتزان. وهنا غائط طبيعية وغائط مدخن يدخن علبة سجاير يوميا. كتر التدخين بيؤدي إلى عدم مرونة الرئة ويؤدي إلى تصلبها، ده بيسبب COPD. هنا موت خلية عصبية. مع الأسف الخلايا العصبية ما بتتعوضش لأنها ما عندهاش قدرة الانقسام مثل باقي الخلايا في الجسم. لعدم احتواء على الجسيم المركزي اللي بيكون خيوط المغزل في عملية الانقسام. هنا معامل انكسار السائل يساوي معامل انكسار الذبان. معامل الانكسار هو سرعة الضوء في الفراغ مقابل سرعته في هذا الوسط. وبيبين مدى تأثر المادة بالأمواج الكهرومغناطيسية.
انكسار الضوء، انحراف الشعاع الضوئي عند عبور السطح الفاصل وسطين شفافين مختلفين، الكهرباء الساكنة، هي ظاهرة الانجذاب الكهربائي. كان معروف زمان بأن المواد بتجذب الحبيبات الصغيرة بعد دلكها، باقي التفاصيل تحت في الديسكريبشن.